بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والأتمان الأكمال على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. ونحن في يوم 11 من ذي الحجة لعام 39 و400 ألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يوم القر هو أفضل الأيام، يوم النحر ثم يوم القر، أي حين يستقر الناس على الصعيد منه. وسائل الكريم فاضل يسأل على صيغة التكبير وهي الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، سبحان الله بكثرة وأصيلة، لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده عز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا. نقول هذه الصيغة بكل تمامها لم ترد عن السلف يا أحبابي، وما كان السلف يذكرون لفظة سيدنا في صيغ التكبير ولا في التشهد، إنما هذا شيء أحدثه الناس في الأزمنة الغابرة المتأخرة. وأفضل صيغ التكبير أيها الكرام الفضلاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. هذا ثابت عن ابن مسعود وغيره من السلف، تثنية وتثليثا، يعني الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، أو الله أكبر الله أكبر كبيرا. أما الصيغة التي وردت عن الشافعي رحمه الله وهي يزيد فيها ويقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولك الكافرون، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر. هذه التي زادها الإمام الشافعي رحمه الله وقال في كتاب الأم: حسنة، يعني وردت عن الشافعي لكن لم ترد عنه. أما الزيادة هذه كلها الآن: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى، كل هذه صيغ اخترعها الناس. والتقيد بما ورد هو أفضل وأجمل وأحسن، هو أفضل وأجمل وأحسن أيها الكرام الفضلاء، فلا نزيد عما زاد عليه النبي عليه الصلاة وأتم التسليم. وابن حجر يقول: أما صيغة التكبير فأصح ما ورد فيه ما خرج عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: كبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. فالالتزام بما ورد عن الصحابة في ذلك أولى وأفضل. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.